يقول والدي متوفى. نعم. قال لي ضحي من ثلث مالي، فهل أضحي كما قال لي؟ نعم، هذا طيب. الوصية إذا أوصى بثلث ماله فأقل، الله أعطاه هذا ورخص له أن يوصي بالثلث فأقل في أعمال البر. ومن أعمال البر الأضحية. الأضحية سنة وقربة إلى الله عز وجل، فيها أجر. يضحى عن الحي وعن الميت لأنها قربة وصدقة فيها خير، فنفذ ما أوصاك به والدك. نعم.